استقبل معي الشاعر علي غريب بصلواتكم الرفيعة على محمد وآل محمد. موقف الشعب تقرر، موقف الشعب تقرر، عزمه هيهات يكسر. لا يهاب الموت فالموت على الحق مقدر، وسيبقى سيد الساحات لا لن يتأخر. إن يعادوه بإيمان سينصر، إن يبيدوه بقتل صار أكثر، إن يذلوه فهيهات لهذا وسيثأر. فهو شعب فيه تأريخ تسطر، قد بقى بالجرح يزأر هاتفا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف مؤبنين في هذه الليلة شهيدين رفضا أن يرفع السلاح في وجه هذا الشعب، وآثرا أن يقتلا هم تضحية لهذا الوطن. لك يا بلاد ملاحم بفؤادي، كتبت سطور شهادة الميلاد. لك يا بلاد ملاحم بفؤادي، كتبت سطور شهادة الميلاد. ربيت فيك غرام قلبي مخلصا، ونشأت أهتف لا سواك بلادي، وغرست نخل مشاعري بترابك، وغرست نخل مشاعري بترابك متجذرا بسقاية الأجداد، ونظمت لؤلؤ تلبيات متيم. لبيك يا بحرين كنت أنادي، لبيك يا بحرين، لبيك يا بحرين، ونظمت لؤلؤ تلبيات متيم. لبيك يا بحرين كنت أنادي، لكن صدودك ظل يذبح خاطري، وأنا الذي بهواك عشت سهادي. أترى مجنسك سيبذل روحه، أترى مجنسك سيبذل روحه مثلي، وهل للموت كاستعدادي؟ ملكته بالأمن كل سلاحك، ملكته بالأمن كل سلاحك، ليجيء يقتلني بجرم ودادي. وأنا الأصيل، وأنا الأصيل، رأيت قطع أصابعي كي لا أمد يدي لأي زنادي. قصدي حمايتك ولست بخائن، أوهل تخان الأم بالأولاد؟ قصدي حمايتك ولست بخائن، أوهل تخان الأم بالأولاد؟ وإذا رفضت بأن أقاتل شعبك، إذ أنه شعبي ومنه مدادي. سترين، سترين كيف بك سأقتل مثلما فعلوه بالشملان أو عيادي. أرضا وشعبا إنني عاهدتك لأصونك بشهادة استشهادي، لأصونك بشهادة استشهادي. حفرة التمييز صارت باتساع، حفرة التمييز صارت باتساع، من زمان بدي بس معناها شاع. يعني الأول كنا ممنوعين احنا من الشغل بالداخلية والدفاع والتملك بالرفاع،
تالي قالوا يا زعم إصلاح جونه وقطرة قطرة قطرة بالقطار بالقطارة تالي وظفونه. تالي قالوا يا زعم إصلاح وجونه وقطرة قطرة قطرة بالقطارة تالي وظفونه وصار عندنا عسكريين برتب شرطي ودونه واللي يصير يمننونه في حياتي مرمرونه بطائفية مكدسة حتى النخاع بالوظيفة يكرهونه والعامل صار غير الاقتناع والعامل صار غير الاقتناع وصار العسكري أول من تجره ويسجنونه ومنهم اللي يقتلونه. والعامل صار غير الاقتناع وصار العسكري أول من تجره ويسجنونه ومنهم اللي يقتلونه. اشتهمته الدوار لو اسمه لونه اشتهمته الدوار لو اسمه لونه ما أظن إنه دخل برادة باقي الما يغاب. واللي عامل صار غير الاقتناع وصار العسكري أول من تجره ويسجنونه ومنهم اللي يقتلونه. اشتهمته الدوار لو اسمه لونه ما أظن إنه دخل برادة باقي الما يغاب أو على سطح البنا يتصور يعذب شباب. ما أظن إنه دخل برادة باقي الما يغاب أو على سطح البنا يتصور يعذب شباب. واعتقد لو تهمته هذه أبد ما يلمسونه لكن القتلوهم التهمة إليهم طائفية لكن القتلوهم التهمة إليهم طائفية اتشكلت بالمحكمات العسكرية وكان عنوان القضية متهم بالرافضية. صلوا على محمد وآل محمد.